حملة كبيرة جدا ابتدت من قطاع المنصورة وستعم جميع أرجاء عدن. مفادها هذه الحملة أو بمعية مدير المرور العميد جمال ديان وكان متواجد معنا قبل لحظات، والحملة تستهدف جميع الدراجات النارية التي لا تحمل ملكيات وسيتم مصادرتها وحالتها للمرور، وهكذا السيارات التي لا تحمل أرقام ولا ملكيات، وهكذا كل من يحمل سلاح ولا يوجد لديه تصريح يتم مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بالذي يحمل السلاح.